ريشة، حسون، يبدو عليكم الفضول. هل نسيتما أن اليوم هو عيد ميلاد بلبل؟ وقد صنعت هذه الكعكة لتكون مفاجأة له. أها، لقد فهمت، لم تنسيا، ولكنكما متعجبان من جمال هذه الكعكة. أنتما على حق، إنها كعكة جميلة، ولكنها ستصبح أجمل بعد أن تقوم بتزيينها. ها؟ ريشة، حسون، ما بكما؟ فهمتك يا حسون، أنت تحب اللون الأزرق أكثر من اللون الأحمر، وتظنه سيبدو أجمل على الكعكة، ولذلك ترغب في أن تكون كل الشمعات على الكعكة باللون الأزرق. ويبدو أنك يا ريشة تظنين أن اللون الأحمر مناسب أكثر لحفلة عيد ميلاد بلبل، ولذلك ترغبين بأن تكون كل الشمعات على الكعكة باللون الأحمر. هل تعلمون يا أصدقائي أن كل منا يفضل شيئا يختلف عن الآخر؟ مثلا حسون، أنت تفضل اللون الأزرق، وريشة أنت تفضلين اللون الأحمر. الاختلاف شيء جميل، وهنالك دائما أشياء مشتركة تجمعنا، وهذا ما يجعلنا أسعد. مرحبا خباز قرقول. أهلا وسهلا فيك يا بسمة، بأحسن وأطيب مخبز بالحي كله. قرقول، أنا بدي خبز عشان أحضر سندويشات مربى للكل في البيت، بدي أفاجئهم بالفطور. إجيتي على المكان المناسب يا بسمة، ريحتهم كتير زاكية. بدي من هاد أو من هذا أو من هذا الخبز. خليني أخبرك أنا عن الأنواع. في عندك هون خبز الصاج، وعندنا كمان هون خبز شراك، خبز طابون، وخبز تنور رقاق، وصمون حجري. لحظة قرقور، يعني كل هاي الأنواع شكلها بشهي، بإيش بتنصحني؟ أنا شخصياً بنصحك يا بسمة بالعيش الشمسي. وهو على فكرة خبز مصري منفوخ وكتير طيب. شكله كتير زاكي. وكمان بنصحك بخبز الصاج، وهو أرق بكتير، وبتلاقيه بسوريا والعراق والأردن ولبنان. كل هاي البلدان عندها من هذا الخبز؟ وبنصحك كمان بالخبز المفضل عندي، السمون. هو خبز عراقي وأسمك بكتير، يعني بتشبعي بسرعة. وهذا خبز مثالي للسندويشات. عندي فكرة، رح أخذ قطعة خبز من كل نوع، هادي وجاد ومعزوزة كتير رح يحبوا يجربوا خبز من عدة بلدان، والأهم إنه رح يحبوهم مع المربى. أنا قرقور رح أقدم لك هلأ أحسن وأطيب أنواع الخبز الطازة. شكرا قرقور. طيب شو رأيك تفطر معنا؟ جد؟ أنا كتير كتير بحب سندويشات المربى، وكمان بقدر أساعدك بحمل كل هذا الخبز. يلا 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 نروح نفطر. قرقور، الخبز. الخبز؟ أي خبز؟ الخبز الخبز صح. هلأ بحضر لك كل أنواع الخبز. الكعكة تبدو رائعة،
أنا متأكد أن بلبل سيفرح بهذه المفاجأة. بلبل على وشك أن يصل، دعونا نستعد. عيد ميلاد سعيدا يا بلبل. هذا صديقي نجم، عمره 8 سنوات. نجم يعيش مع عائلته في مزرعة كبيرة. عاشت عائلته هنا منذ أجيال عديدة. في مزرعتهم يزرعون أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات. مثل باذنجان والطماطة. وأشجار العنب وغيرها الكثير. نجم فخور جدا بعائلته. لديهم ضيوف اليوم وهم يعملون الدولمة. الدولمة العراقية مميزة جدا وتقدم في كل مناسباتنا العائلية. ولكل عائلة ومنطقة طريقتها الخاصة في تحضيرها. الحياة في المزرعة جميلة جدا، وهناك دائما الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها. التعاون يجعل العمل أسهل وأجمل بالتأكيد. أخبرني نجم أنه فخور بكل تقاليد عائلته. والكل أحب الدولمة التي ساعد الجميع في تحضيرها. مرحبا يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معا. حسنا، سأعطيكم 3 مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على نبات. هذا هو مفتاح الحل الأول. وإليكم المفتاح الثاني. ألوانه كثيرة. وجدت الحل، إنها شجرة. محاولة جيدة، استمعوا جيدا. تدل الكلمة على نبات، ألوانه كثيرة. أما المفتاح الأخير فأن رائحته جميلة. والآن هل حذرتم ما هي الكلمة؟ لقد وجدتها، إنها زهرة. نعم، أحسنتم. لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم. زهرة. أصوات الحروف، إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف. يلا نشوف. أصوات الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب، معي أنا عارف. أهلا. اليوم لدينا تونتون وهادي، وسنكتشف اليوم 3 كلمات جديدة من خلال ألعاب الثلاثة التي سنلعبها. تونتون، لدينا ضيف سيساعدك على اكتشاف الكلمة الأولى. جاهزة. جوجو، سوي لنا معروف ودوري لنا عجلة الألعاب. أها، اللعبة الأولى. تونتون، سأعطيك كلمة لتحزري الكلمة الأولى. هو نوع من الخضار وله عدة طبقات، وقد يسبب لك البكاء إذا قمت بتقطيع. البكاء؟ هادي، أني أتذكر دموعك نازلة بالمطبخ.
كل مرة اللي تقطع بيها بصل. صحيح. بصل بصل ب بصل ب ب ب جوجو سوي لنا معروف ودوري لنا عجلة الألعاب. أها لعبة احزر ما في الصندوق. هادي ستضع يدك داخل الصندوق، تحاول أن تحزر ما في داخله. هذا ضع يدك وحاول أن تحزر. أكو أشياء مدورة وصغيرة. عدس؟ قربت أن تعرف. حنطة؟ جربها بعد مرة يا هادي. قمح أو عدس، حاول تعرف. بذور. صحيح. بذور بذور بو بذور بو بو بو. جوجو عجلة الألعاب. أها لعبة احزر الرسم. في هذه اللعبة عليكما أن تعرفا الكلمة الأخيرة من خلال الرسم الذي سيظهر على اللوح السحري. إيه شنو هذا؟ هاي إيد شايلة شيء مستطيل وعليه صورة. ممكن قطعة ورق؟ عرفت عرفت. شنو؟ بطاقة. ها؟ صحيح. أنت شايف؟ صحيح. بطاقة بطاقة ب بطاقة ب ب ب. لنكرر أصوات الحروف الثلاثة والكلمات التي تعلمناها اليوم لإطلاق المفاجأة. ب بصل بو بذور ب بطاقة. كلنا سوا ب بو ب. جوجو وقت المفاجأة. معزوزة. فواكه. شكرا. مبروك للكل. نلتقي بكم بالمرة الجاية. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ ريشات. دعونا نعد كم ريشة توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا 9 ريشات على الجدار. عدد اليوم هو 9.